اهلا بيكم مره ثانيه، عوده لعشرة الصبح في الاهلي وعوده لضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا النهارده كابتن فتحي نصير نجم النادي الاهلي السابق. وكلام بقى رايح جاي ما بين يعني مباراه الاهلي والزمالك، شويه نتكلم عن المنتخب. تيجي نروح للتحكيم، يلا راي حضرتك برضو في التحكيم وقصه هنا برضو. طبعا احنا عندنا بنتكلم عن يعني محكم دولي برضو طبعا كابتن عادل، لكن برضو حضرتك بتشوف ازاي الاداء وبتشوف ازاي برضو فكره هنا تدخل الفار. وعايز اقول لحضرتك برضو يعني كتير من الحاجات اللي كان يعني القرارات اللي بياخدها يعني كابتن عادل محمد عادل كان الناس بتعترض عليه، يعني حتى وانا قاعده بتفرج مع قرايبي يقولوا لا بقى دي ما تتحسبش كده. تعرف حضرتك دايما بيبقى فيه اعتراض، يعني شفت ده ازاي؟ لا انا شايف ان هو نجح ونجح بامتياز في هذه المباراه كحكم مصري. اي حكم اجنبي ايا كان، او لو كان حكم عربي لا يحمل جنسيه مصر وحكم، مش ممكن هيدي اكتر من اللي اداه كابتن محمد عادل. كابتن محمد عادل عمل مباراه نموذجيه في ازاي يتحكم، وبعدين هدوءه كان لها دور كبير قوي، لانه في اوقات في المباراه كانت الريتم بيعلى قوي. طبعا والعصبيه بتزيد قوي، والاحتكاك بيه انهم يقربوا له كمان برضه، كان في تحجيره كده كل ده. بس هو بيخلي الذكاء بتاعه ويفكر اكتر في ان انا همشي الماتش هيكمل، لان انا مش هوصل او مش هنساق، هو ينفعل انا انفعل باظت الدنيا. كارت في كارت احمر في طرد في خناقه في جمهور الفرح هيبوظ. فهو تمالك وما ادهمش الفرصه. يعني حتى لو كان مسيطر بشكل حتى رغم ان يعني ناس كتير يعني اهلاويه يقول لك كان لازم يطرد فلان ويطرد فلان، كل ده جميل، لكن هو ما فيش قرارات اثرت على نتيجه المباراه. طب الحكم شفت حضرتك ان هو اجاد، طب هل الفار اجاد؟ ومش بس في اللقاء ده، لغايه دلوقتي مع بدايه موسم جديد للدوري إيه، انا شايف في تطوير في الاسلوب التقنيه نفسها. يعني التطوير ده ساعدهم انهم الفار ما هو الا ايه؟ ضمان وصول الحق لاصحابه. وما كانش ضمان بيحصل في وقت وصول الحق الأحصاب. فطبعا وصول الحق لاصحابه ده هو اللي بيقولها الفار، وبناء عليه ان هو يشوف حاجه كويسه. طبعا السنوات السابقه ما كانش في هذا المستوى. يعني كان الفار يشوف حاجات وما يقولش عليها، يشوف حاجات ويقولها يمين وهي شمال الكلام ده. لكن انا شايف ان المره دي او المباراه دي يعني المباراه ماشيه على نجاح، ودي ثقه لحكام مصر. ويمكن كابتن عصام عبد الفتاح يعني اعلن انه المباراه الثانيه برضه للنادي الاهلي هتكون النادي الاهلي والزمالك، يعني هتكون حكام مصريين. يعني هي دي حاجه دفعه كويسه طبعا، بس هو كان ياجل الاعلان ده شويه لغايه ما نشوف الماتشات اللي جايه شكلها ايه. لان محد يعني يهدى شويه كده، ما ينفعلش نقولها. طب خلاص قولها، هي في دماغك بس احنا ليه الاسبوع الثالث ده؟ انت لسه قدامك 31 اسبوع يعني عشان تيجي للدور الثاني وشغلانه يعني. فيعني كنا هدينا شويه وبعدين نقول بدل ما نعمل الحاجات المسبقه، قد يجوز هتحاسب عليك مش عليك لك ان انت خدت هذا القرار وقلت انت حكام مصريين ومش حكام اجانب. وبعدين الحقيقه انديه الاهلي والزمالك ادوا له الفرصه ان هو يجيب حكام مصريين، لان صاحب الملعب اللي هو الزمالك ما تقدمش والنادي الاهلي ما تقدمش بطلب حكام، وبالتالي اصبح حكام مصريين. اذا هم شركاء في النجاح، ما نقولش اتحاد الكره بس، نقول نادي الزمالك والنادي الاهلي شركاء في هذا النجاح.